يقول السائل: ما صحة حديث من صلى علي حين يمسي وحين يصبح 10 مرات حلت له شفاعتي؟ لا أعرف هذا اللفظ، ولكن صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم مطلوبة، وهي من حقوقه على المسلمين: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يصلي على الرسول عند ذكره، عندما يمر ذكره يصلي عليه في التشهد الأخير من الصلاة، يصلي عليه في الخطب وفي الدروس، إذا مر ذكره صلى الله عليه وسلم يصلي عليه. وأما التحديد ب10 أو 20 هذا لا أعرف فيه دليلا، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10. وكل ما أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل، ولكن بدون تحديد. نعم.